يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده بفقره هايلايت. اليوم رح نتكلم عن كيفيه استخدام الفرش. كثير من الصبايا بيدمجوا الميك اب كله بفرشه واحده بس، يعني ممكن يستخدموا مثلا هالفرشه لكل الميك اب، فهذا الشيء كثير غلط. نحن عنا عدة فرش وعنا عدة استخدامات لكل فرشة استخدام، وحتى يكون عنا أي شادو مرتب ومدموج بشكل حلو. نحن هلأ حضرنا الوجه، حطينا لوس باودر بعد كل إشي عملناه من الفونديشن وكونسيلر، ثبتنا كل شيء بلوس باودر بهذا الطرف، وبهذا الطرف خلينا بدون لوس باودر تحت العين وعلى الجفن. طبعاً هلأ رح أبلش باللون الانتقالي اللي هو ألوان النود الفاتحة كتير. نحن حطينا اللوس باودر عشان بس نحط الاي شادو لما ينزل على اللوس باودر، ونحن لما بننظف الوجه ما بيضل عنا ترسبات ولا نقط ولا كتل. نحطه بشكل شوي دائري. اما هالعين رح استخدم لها غير فرشة بحيث نعرف شو الصح وشو الغلط. مثلا اني انا رح استخدم هاي الفرشة، اوكي، هستخدم مثلا لون غامق. ابلش بلون غامق، هستخدم باللون الغامق اغمق من اللي انا حطيته، اوكي، وحبلش ادمج. بتلاحظوا هون لانه ما حطينا لوس باودر صار في خط على العين وصار في عنا تكتلات. انا ححاول ادمج قدر الامكان، بس قد ما دمجنا حنلاحظ في خطوط على العين لانه نحن ما حطينا الاساس اللي هو اللوس باودر. هلا رح نبلش بلون اغمق شوي بالعين هاي، حنستخدم لون شوي اغمق، بس طبعا نحن رح نزغر الفرشه. اول شيء نحن حطينا الفرشه الكبيره زي هاي، كل ما كانت الفرشه كبيره كل ما كانت اقل كثافه، كل ما كان تعطينا لون افتح ولايت اكثر. كل ما كانت الفرشه كثيفه وصغيره كل ما اعطتنا لون اغمق اكثر. فهلا انا رح أبلش باللون الغامق ورح أستخدم هاي الفرشة، حتكون هيك شوي صغيرة وكثيفة شوي عشان يزبط معنا اللون ويثبت. إذا لاحظتوا هون في كسرة صغيرة، نحن هلأ حنشيلها بفرشة نظيفة. لازم دائما بين كل فرشة وفرشة يكون عنا فرشة نظيفة للدمج زي هاي الفرشة تقريبا. نشيل الكسرة بفرشة نظيفة. هلا رح ننتقل للعين الثانية ورح نبلش بفرشة ثانية لنحط ألوان الشمر، ألوان اللي فيها لمعة. هيك حتكون شكل الفرشة مسطحة وصغيرة شوي وكثيفة، يعني أهم شيء تكون كثيفة ومسطحة حتى اللون يثبت معنا مو يتناثر. نحن ما بدنا إياه يتناثر بكل مكان، نحن بدنا إياه يثبت معنا، خصوصي ألوان الشمر يعني بتكون شوي خشنة. إذا لاحظتوا نحن عم نعمل بشكل طبطبة، يعني نحن ما عم ندمج مثل ما عم ندمج بالفرش، عم نعمل بشكل مطبطب حتى يثبت اللون معنا. بدنا نبلش نمسح اللوس باودر اللي تحت العين حتى نفرجيكم شو الفرق بين هاي العين وهاي العين، ليش نحن هون ما حطينا لوس باودر وليش هون ضفنا اللوس باودر. بشكل كتير خفيف نحن بنمسح لوس باودر. اذا لاحظتوا كل التكتلات اللي نزلت على الخد اختفت تماما بسبب وجود اللوس باودر. اما هون حنمسح برضو شوي شوي، واذا لاحظتوا كمان الخد ابدا ما كان مرتب، الجفن السفلي ابدا مو مرتب، تحت العين فيه تكتلات بسبب الاي شادو اللي حطيناه ونزل ما حطينا لوس باودر. وهلا رح ننتقل لهي الفرشة يلي هي لتحت العين. رح نحط اللون الأول الانتقالي يلي بدأنا فيه ونبدأ لتحت العين بالعين الأولى. كمان ندمج شوي شوي وما نضغط على العين. وبهيك خلصنا نحن دمج الآي شادو. إن شاء الله يكون عجبكم. صبايا نحن لازم دائما نعرف أهمية الفرش بالميك اب، لازم نعرف كل فرشة شو هي أهميتها. نحن اللي ابتكر هاي الفرشة ما ابتكرها عن عبث، أكيد إلها وظيفة خاصة فيها. طبعا نحن نرجع من عيد، مثل هاي الفرشة قلنا هيك شايفينها هي أقل كثافة
وكبيرة شوي نحن بنستخدمها للألوان الفاتحة، كل ما صغرت وزادت كثافتها بنستخدمها للألوان الغامقة. بتمنى تكونوا استفدتوا اليوم من حلقتنا، وإن شاء الله بشوفكم على خير بالحلقة الجاية.